بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. ينطلق شوطنا الثامن للفئة الجعادين المشتركات والمسافة المغررة 1500 متر. نروح مع اللي غير الصدارة والمركز الأول. الصدارة والمركز الأول شاهين محمد بن هدفه العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز شوف اللي قادم على ثاني المراكز، غادم راهي على ثاني المراكز، عوض بن ياسر العفاري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم شاهين، سالم بن محمد بسليم العفاري. لكن نعود حيث الصدارة، نعود حيث المقدمة، راهي على الصدارة وعلى المركز الأول، عوض بن ياسر العفاري. الله الله الله. أما ثاني المراكز شوف اللي قادم على ثاني المراكز، غادم شاهين سالم بن محمد العفاري على ثاني المراكز. ولكن شوف اللي غادم من الجانب الآخر، غادم على جانب الاسكندر حميد بن سالم بن عبد الله النيبي، يغير الصدارة والمركز الأول. الله 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 الله. الاسكندر على الصدارة وعلى المركز الأول، حميد بن سالم بن عبد الله النيبي على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز راهي، عوض بن ياسر العفاري. ولكن نعود مع اسكندر على الصدارة وعلى المركز الأول رغم الظروف. الله 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 الله. اسكندر على الصدارة وعلى المركز الأول، أحمد بن سالم بن عبد الله النيبي. الله الله الله. على الصدارة وعلى المركز الأول، أحمد بن سالم بن عبد الله النيبي مع اسكندر على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز، لكن خلونا مع اسكندر على الصدارة وعلى المركز الأول رغم الظروف اللي حصل. الله 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 الله, الله. تهانينا من هذه اللحظات لأحمد بن سالم بن عبد الله النيبي بمناسبة فوز اسكندر وحصوله على المركز الأول. تهانينا. والناموس. أما ثاني المراكز الكايد سيل بن خيرات العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شاهين سالم بن محمد العامري. تهانينا والناموس لحميد بن سالم بن عبد الله النيبي بمناسبة فوز اسكندر وحصوله على المركز الأول. دقيقتين و17 ثانية و53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.